الصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعدما توفقنا في إنشاء قاعدة البيانات والجداول الخاصة بالتجريب، ثم ألحقنا البوت ستراب لجعل الموقع تفاعلي، الآن سنقوم بتصميم الصفحة بشكل بسيط وعادي جدا بدون تعقيد إن شاء الله. يا بسم الله على بركة الله. إذا المين، إذا سأقوم ببرمجة تاج أو جزء رئيسي المين. داخل المين إن شاء الله سأنادي على كونتينر لجعل الموقع تفاعلي وتفاعلي مع جميع الشاشات، وبالتالي سأستعمل إن شاء الله نقطة كونتينر، فوالا، ثم تابيلاسيون، فوالا، الحمد لله. إذا كونتينر كلاس كونتينر عادي، هذا الكونتينر إذا سنقوم بالعنوان، عنوان الصفحة سنقوم ببرمجته على شكل اش أحبائي الكرام. يا بسم الله اش أ، إذا دائما عندي مشكل في الكلافيي، فوالا اش أ، فوالا الحمد لله اش أ. إذا اش أ سأقوم بإضافة إلى مثلا جيستيون أمبلويي عادية إن شاء الله، جيستيون أمبلويي تدبير الموظفين، جيستيون، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، جيستيون أمبلويي، فوالا. إذا عادية اش أ، إذا لنقوم إن شاء الله بمعرفة الأشياء، فوالا عادية جيستيون أمبلويي كعنوان، فوالا عادي جيستيون أمبلويي. إذا سأقوم إن شاء الله ب جعل جيستيون أمبلويي يبتعد عن الفوق عن أعلى الصفحة ببعض المقدار، وبالتالي إن شاء الله سأقوم بالذهاب هنا إلى أش أ ثم المنادات على أحد الكلاس بوستراب. الكلاس مهم جدا، بي إيكغريك، ما معنى بي؟ بادين، إيكغريك يعني المحور، إيكغريك المحور العمودي، أما بي إكس يعني المحور الأفقي، يعني بادين بالنسبة لإيكغريك سأعطي المستوى الرابع، المستوى الرابع ما يقارب، إذا كان الفون يساوي 16 بكسل ما يقارب 24 بكسل من الفوق إن شاء الله. إذا لنتأكد من أن هناك بي إيكغريك، إذا لنقوم بالتحيين، لاحظ أنه ابتعد من الفوق بمقدار 24 بكسل، 24 بكسل، هناك المستوى 4، المستوى 3 إلى غير ذلك. يمكن إذا الهدف هو تذكير بعض المهارات الخاصة بالباوت ستراب، إذا سيصعد إلى أعلى قليلا، إذا سأخذ أنا المستوى الرابع، المستوى الرابع، ثم لنجعل الأشياء تكون في الوسط، لاحظ بأن هناك هاتف جيست أمبلويي على اليمين أريدها أن تكون على الوسط أحبائي الكرام، وبالتالي سأضيف هاتي الخاص إن شاء الله تكست سنتر، تكست سنتر يعني سيكون إن شاء الله المستوى ستكون في الوسط، وهذا ما هو موجود، لاحظ سيكون في الوسط جيستيون امبلويي. اذا جيستيون امبلويي جيد جدا، فوالا. اذا لاجعل الخلفيه الخاصه بجيستيون امبلويي تبدو زرقاء ان شاء الله بدون الذهاب الى ستايل واستغلال ما يوجد داخل الاشياء. اذا تكست سنتر يمكن ان اضعها داخل الكونتينر، لاحظ لا إشكال هنا، ولا إذا نفس الشيء إن شاء الله داخل الكونتينر، إذا ستصبح جيستيون أمبلويي في الوسط. إذا أما هنا في العنوان أريد أن يكون باك جراوند، إذا سأستعمل باك جراوند، ولا واختيار أحد الألوان الموجودة في البوستراب، أحد الألوان التي تعجبني الزرقاء، بريما ري. إذا باك جراوند برايمري، إذا لننظر إلى النتيجة كيف ستكون إن شاء الله. فوالا، إذا باك جراوند برايمري، باك جراوند بي جي بريماري أو دارك أو إلى غير ذلك. إذا لنأخذ مثلا بي، سأسمح هنا بي جي،
استغفر الله، بيجي بريماري. إذا لي نعم، إذا أصبح الحمد لله جيستيون امبلويي تبدو زرقاء هنا. فوالا، إذا لي أخذ اللون الأبيض. اللون الأبيض متناسب مع اللون الأزرق، وبالتالي سأقوم بجي بريماري سا تكست لايت. أو إذا تكست لايت خفيف جدا. فوالا بريماري، إذا لي فوالا. إذا لاحظ أصبح اللون أبيض هنا. جيستيون امبلويي على هذه الشاكلة. إذا سأذهب هنا إلى الكود البرمجي وأقوم ببرمجة فورميلار إن شاء الله. وبالتالي أريد أن يكون هناك بعض الروند. لاحظ، أريد أن أجعل روندد بدون استعمال بوردر راديوس. سأستعمل هنا روندد. إذا سأقوم بالتطبيق، ولاحظ بأن هناك روندد أحبائي الكرام، روندد كجوانب، كجوانب. أو أقوم بجعل بمستوى مثلا لا تشمل جميع الصفحة. فوالا، سأقوم ببرمجة ديف عادي أحبائي الكرام، ولكن تكون متجاوبة فليكس. وبالتالي إن شاء الله ديف الأولى، هذه الديف سأمرر لها كلاس عادي أحبائي الكرام، كلاس تساوي دائما إشكال مع كلاس تساوي، سأنادي على أحد الكلاسات هو ديف، ديف فليكس يعني فليكسيبل سولون لا تاي دو نافيغاتور، تاي دو ليكرون. إذا فليكس يعني متجاوبة على لجميع أحجام الشاشات والعناصر ستتفاعل. إذا أردت أحبائي الكرام أن تتذكر هذه الخاصية، لاحظ بأنك فليكسيبل بوكس. لاحظ عندما أقوم بتصغير ماذا سيقع. نعم، عندما سأقوم بتكبير هذه الإكرون، لاحظ بأن العناصر هنا 1 و2 و3 و4 تتجاوب على حجم. لاحظ على حجم الشاشة، وهو ما قمنا الحمد لله ببرمجته. إذا فلكس، إذا دي فلكس أحبائي الكرام، داخل دي فلكس سنقوم ببرمجة فورميلار لفورميلار ويب فورم. إذا هي بسم الله فورم عادي، إذا تابولاسيون كذلك الأكسيون. سأدع الأكسيون أحبائي الكرام إلى مرة أخرى، ولكن الميثود أحبائي الكرام سأقوم بكتابتها آنيا. دائما إشكال، استغفر الله العظيم. إذا ميثود تساوي بوست، تساوي بوست، ثم إن شاء الله سنقوم بكتابة الكود. إذا كذلك سأختار فقرة تبتعد عن الأعلى بدون الذهاب إلى ستايل وكتابة البادين. إذا مجرد كتابة كلاسات نقطة. إذا سأقوم بنقطة إن شاء الله، وباي يعني بادين، إيغريك يعني الفوق، يعني الابتعاد من الفوق والأسفل بمقدار اثنان، بمقدار اثنان. ثم فوالا، إذا الأشياء هنا ستبتعد من على الواجهة على الفورم بمقدار اثنان. لاحظ مقدار أربعة، مقدار اثنان إلى غير ذلك. إذا سنقوم إن شاء الله الآن بخلق input. input ماذا لدي؟ لدي في قاعدة، لاحظ سأذهب هنا و سأقوم بالذهاب إلى استسمح هنا. إذا سأذهب إلى قواعد البيانات. إذا أستسمح ولا، إذا سأذهب هنا وأتذكر المصفوفة، يعني قاعدة البيانات التي أشتغل عليها. ولاحظ كنت قد خلقتها، اسمها Employee Service أو Gestionnaire Employee Service. Employee Service، لاحظ هناك جدولين Employee ثم جدول
سيرفيس، جدول امبلوي يحتوي على واحد نو نيميرو، رقم واسم وعنوان ورقم المصلحة، وكذلك سيرفيس احبائي الكرام نفس الشيء، نيميرو سيرفيس نون سيرفيس. اذا ساقوم باختيار نيميرو سيرفيس نون سيرفيس، يعني جدول سيرفيس اشتغل عليه، جيستيون سيرفيس للتبسيط. وبالتالي ساذهب الى الكود واقوم باصلاح الشيء التالي، جيستيون ولا سيرفيس. اذا سيكون ان شاء الله دائما نفس الاراء، اشكال ولا سيرفيس ولا. ثم الان ساقوم بادماج فورم انبوت تيب تاكس، انبوت تيب تاكس. اذا انبوت تيب تاكس احبائي الكرام عادي جدا. اذا ساقوم بالذهاب الى الدوكيومونطاسيون الخاصه بانبوت تاكس واقوم بنقل الاشياء انبوت بوتون واحد على، ساذهب الى الدوكيومونطاسيون بوت سراب لكي لا اضيع لكم الوقت، واقوم بنقل احد الانبوت جروب ميديوم 3 ثم انبوت جروب بريبند ثم سبان، يعني الاشياء الموجوده بالجري احبائي الكرام ولا هنا والى غير ذلك من وعلى، ثم انبوت تيب تاكس وبليس هولدر ثم الاشياء التاليه. اذا سنقوم بنقل هذا الكود البرمجي على كنترول سي مثلا، كنترول سي وتجري به كنترول سي ولا ثم كنترول في. اذا لاحظ هذا عباره عن تكس بوكس الاول، اذا تيب تكس بوكس بليس هولدر يوزر نيم. اذا نيم بليس هولدر سيمكن ان اكتب اي دي ID service، ID service فوالا عادية جدا، لا احتاج هذه الاشياء، لن احتاج هذه الاشياء فوالا، شال الاشياء بسيطة جدا. input type text ساكتب له ان شاء الله ال ID فوالا، input type text فوالا، هنا id لا احتاجه اعتقد فوالا. اذا يكفي كتابة input type text form control placeholder فقط وهذه الاشياء. اذا لنجرب ذلك داخل الكود البرمجي فوالا. اذا يا بسم الله، سنذهب الى test ثم تحيين الاشياء. لاحظ اصبح عندنا اي دي اي دي سيرفيس ك معطى فوالا. اذا لنجعل الفورم او الاستماره تكون تشغل نصف الصفحة، وبالتالي سنذهب وننادي على كلاس، احد الكلاسات دبليو في يعني الويدد 50% ولا 50% من نسبة الويدد. اذا سنقوم ان شاء الله بتحيين ولا، اذا تحيين نعم. اذا لنجعل من اي دي تقع في وسط الصفحة، وبالتالي سنذهب هنا الى الكلاس ديفلكس المتجاوب ثم سنمرر له جيستيفاي. لاحظ المحتويات، سنقول له جيستيفاي كونتنت ثم سنتر، يعني في الوسط، يعني المكونات، ضع المكونات داخل الوسط. justify content center. اذا ساذهب هنا واقوم بتحيين ولا، لاحظ بان اصبحت عندي هنا في هذا السطر احبائي الكرام في وسط الشاشة ولا. اذا
الآن أحبائي الكرام، اللون البني أو الجري أو الرصاصي سنقوم بجعله أصفر، لأن الأصفر يتناغم مع اللون الأسود. إذا أجعل هذا اللون الآي دي بالأصفر، وبالتالي سأذهب هنا وأذهب إلى سبام ثم باك جراوند، وأختار اللون الموجود في البوت ستراب الذي هو وارنين أصفر. وارنين نعم. إذا سنقوم إن شاء الله بالتحيين. لاحظ أصبح هناك لون أصفر، جيد جدا. إذا سأقوم ب اي دي سيرفيس ثم نيم. إذا نيم سيرفيس، إذا لاحظ نيم سيرفيس، نيم سيرفيس إن شاء الله. سأقوم ب نيم سيرفيس كما قمت ب اي دي. إذا سأنقل الكود البرمجي أحبائي الكرام، وبالتالي سأذهب وأقوم بنسخ هذه الأشياء. إذا يا بسم الله، إذا لاحظ، إذا ديف، إذا كلاس انبوت من هنا إلى هنا، ولاحظ من هنا إلى هنا. سأقوم بنقل هذه الأشياء، كنترول سي، كنترول سي كما قلنا، إذا كنترول سي، كنترول في، نفس الشيء، ولكن هذه المرة سأختار نيم. لا، سأكتب هنا نيم، لاحظ عادية. وسأقوم كلاس اي دي سيرفيس نيم سيرفيس. اذا سأكتب هنا في بليس هولدر نيم سيرفيس عادية. فوالا. اذا سأحاول ان اقوم ب فوالا. اذا لاحظ اصبح عندي هذا، هذه الواجهة ID service name service. ويمكن أن أجعل هنا أيقونات باستعمال font awesome، ولكن سأدعوها لآخر الفيديو. ولا آخر الفيديو لإضافة بعض الأيقونات الخاصة بأيكون أيكون سوم. ولا عندي الرابط. ولا إذن ID، ثم سأقوم إن شاء الله ب إذا أردت طريقة أخرى، هذه طريقة جيدة جدا. إذا أكتفي بهذا القدر أحبائي الكرام، ويعني الفيديو المقبل هو عبارة عن إعادة كتابة هذه الأشياء باستعمال الدول. إذا كنت تتوفر على استمارة إلكترونية تتضمن input text، كثير من input text، وهناك بعض التغييرات، لا داعي لي كنترول في كنترول في. يمكنك كتابة بعض الدوال الخاصة ب PHP ثم المنادات على اسم الدالة. وعلى إذا سندعوها إن شاء الله، إن شاء الله إلى آخر التوتوريال، إلى غاية أن نقوم بالإجابة على crude operations. إذا في الأخير سأقوم بتحسين هذا الكود أحبائي الكرام. شكرا لانتباهكم، وإلى اللقاء، موعدنا في فيديو مقبل.